سبحان الله، جميع الشعوب ديال العالم كتعيش الحب، الا المغرب. الا المغرب هو البلد الوحيد اللي كيمارسو. كتمشي في التالي في الصيف كتجبر ثنائيات لي كوبل عاملين في حرب بطاقة قصبية. ملي كنجيو نشوفو جدودنا كنجبرو مخير فيهم اللي كان عنده الزهر تلقى تميتمات قلبو مرة ولا جوج كان كيرعى الغلم وغير صدفة. اما دابا الولد والبنت 7 سنين ولا اكثر هما مع بعضهم كيقطعوا صبابطهم على الله عايم شي يخطبها. الولد عسمع شاروخان قال نحن نسير على درب الحب وفي الطريق سنلتقي، وهو يدوزها من طريق طويلة عمرهم لا تلقاو فيها. والغريب والعجيب في الامر هو ملي كيجي عيد الحب الولد كيتسلف ويتكلف باش يخرج مع البنت وكيديها شي كافي وكيقول بكل اناقه. ولد كيعيط لكارسون بكل رجوله كارسون كيقول له جيب لي شي كافي نوار. والبنت كيدوز عند البنت كتقول له جيب لي شي باناتي. الله يا اختي عندك ما خارجه من لونطريمو ولا ما جمو ريسكو على رجلك؟ وانا اذا ما خفتش نكذب عليكم واحد النهار كانت الجيم ديالي 10 دراهم 10 دراهم ويتعيط لي المدام ديالي تخرجوا نفوجوا شي شويه. قلت لها اليوم يا اما نفوجوا يا اما نتزوجوا يا اما نعوجوا. مشينا ريحنا في واحد الريستورون جلسنا شبرنا لي كاتالوج ديال الاكلات. هي بدات كتخيا عيطت لكارسون قالت له شوف لي بيتزا شوف لي كروفيت شوف لي شالاط. هو كيشوف لي الاكلات وانا كنشوفها فاتت 10 دراهم ولا باقي شويه. هو يدوز عندي قال لي تينا شحال بالخاطر؟ قلت له شوف لي شكون اللي خلص هادشي. هو يدينا كوزينه.